وين؟ ونعطيكم فائدة قبل ما جيئهم، قبل ما جيئهم نسبة الأمية فينا كانت قد هكذا، قد هكذا صغيرة. الأمة كانت تقرأ بجاية بجاية. آه يا الرب العلي التاريخي، بجاية البنات الصغار، بنات الصغار يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويحفظ الأجرون ويحفظ مختصر خليل قبل ما جاءوا الكفار لهذه البلاد. كي جاءوا هما، كي جاءوا هما ولينا ما نقرأ وما نكتبوا كلنا الجمل والهم والميزيرية. كي جاءوا هما واستعبدونا وداروا فينا الباطل الأحمر، وكان ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ القضاء على الإسلام والمسلمين والعربية والقرآن والسنة و و و وإلى آخره. وداروا وداروا على بالكم عالم من عالم من علماء الجمعية. أنا سقسيكم وأنتم ما ردوا عليا، نقول لكم القبر تاع الشيخ العربي تبسي وراه، ها يرحم والديك، علاه الله يرحم، ديروا في الزيت سي محمد. هذه البلاد اللي راهي تقول، تقول الإنسانية والديمقراطية ويحبوا يهبلونا ويحبوا ذوبوه يا شيخ، حتى حتى مبدأ الرحمة نتاع الإنسانية ما كانت فيهم. الشيخ رحمه الله العربي تبسي ما كانش قبره، جابوا الزيت ودخلوا فيه وذوبوه حتى حتى ولا زيت. وبن مهيدي، بن مهيدي الشعر، الشعر الشعر تاع راسه يجبدوا في الجلده هو حي، واللي كان يعذب فيه كان جنرال يشرف على عذابه. قالوا له كان عندي كيمان ثلاثة من الناس، يوم ندي الدنيا نديها البلاد، البلاد كل نديها، وغيرهم وغيرهم وفلان 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 وفلان. والتضحية ما كانش رخيصة، الفاتورة فاتورة وهذه مليون ونص، ما يغلطوكمش يا جماعة، مليون ونص تاع 54 62 بصح هما جاو في 18 130 جاو لهنا. يسمى الفاتورة راهي كبيرة ياسر.